كريم بنسينول والقهوة، هنعمل مع بعض وصفة جبارة، أسرع وصفة للتفتيح. لو مهما كان السواد عندك أو البقع عندك، بشرتك هتبقى نضرة وهتفتح بطريقة رهيبة. البنسينول والقهوة مع بعض هيعملوا مفعول رهيب جدا جدا للتفتيح، هيفتح البقع السمرة، هيشيل الكلف، هيشيل السواد، السنين في المناطق الحساسة في جسمك في وجهك، هيخلي بشرتك من 3 ل7 درجات تفتيح، هيفتح بشرتك بطريقة سريعة جدا، بطريقة قوية جدا، هيخلي بشرتك بيضة وزي القشطة. بس تستخدمي زي ما هقول في الوصفة بالظبط، تعمليها زي ما هقولها وتصبري عليها، ومن أول استخدام هتلاحظي فرق كبير جدا، تفتيح وبياض لا يعلى عليه. حتى لو السواد عندك من 20 سنة، هتبيضي جدا وهتشيل التجاعيد وهتشد البشرة وهتنورها وهتفتح بشرتك جدا. يلا نبدأ بالوصفة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة ان شاء الله زي ما شفتوا كده في مقدمة الفيديو، وصفتنا جبارة جبارة للتفتيح، هتفتح بشرتك بطريقة سريعة جدا جدا. هديتي للعرايس قبل فرحك، لو عايزة بشرتك تكون منورة، بشرتك تفتح جدا، تابعي معايا الفيديو. وصفة غاية في الجمال يا بنات، يمكن من اسرع الوصفات للتفتيح، بتفتح البشرة بطريقة سريعة جدا، كمان بتعالج التجاعيد وكرمشة الوجه، وبتشيل الهالات السوداء، وبتفتح بطريقة سريعة، يعني من اول استخدام هتفتح جدا. بعد كده لما هتستمري عليها هتلاقي بشرتك يوم عن يوم بتفتح قوي، بتبيض جدا. هتلاقي كمان طبعا الوصفة تنفع للجسم كله، لأي حتة في جسمك عايزة تفتحيها او تشيلي منها كرمشة او تجاعيد او بقع هتستخدمي الوصفة دي. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو فضلا وليس امرا يا حبيبة قلبي. قبل ما اقول على الوصفه او الكريم اللي احنا هنعمله مع بعض، عايزه اقول لك على الصنفره بتاعتي. والصنفره دي مهمه ان انت تعمليها حتى لو يوم واحد في الاسبوع، عشان دي بتشيل الجلد الميت، بتشيل بتنظف البشره من الاعماق، علشان لما تيجي تستخدمي اي كريم تفتيح او اي وصفه تفتيح تجيب معاكي نتيجه سريعه. كل اللي احنا هنحتاجه، هنجيب نص حبايه من الطماطم، والناس لو بتتحسس من الطماطم يبقى هتستخدمي ماء ورد بدل الطماطم، وهتدعكي بايدك او بفرشه بدل الطماطم، تمام؟ بس طبعا افضل حاجه البندوره او الطماطم او القوطه زي ما انتم بتسموها. هندعك، هنحط النشا على الطماطم بالشكل ده، وهنبدا ندعك الوجه والجسم واي مكان عايزاه له صنفره او تقشير، وهتبداي تدعكي بالشكل ده لمده 5 دقائق بشكل دائري، وبعد كده هتبداي تغسلي مكانها كويس قوي بعد ما هتدعكي كويس قوي. طبعا الوصفه تنفع لجميع الجسم، تمام؟ بعد ما هتعملي الخطوه دي خطوه ديت يوم واحد في الاسبوع عشان ننضف بشرتنا ونقشرها. بعد كده نبدا مع بعض نعمل الخلطه التفتيح، واقوى خلطه للتفتيح. هنبدأ ان احنا نجيب بولة بالشكل ده، وطبعا لازم يكون عندنا ان احنا نجيب اول مكون، وهو معلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور، تمام؟ في بنات بيقولولي مش متوفر عندنا نشا، مع ان النشا يعني تمنه مش غالي ومتوفر في جميع البلاد، بس لو مش متوفر عندك نشا او كورن فلاور، حطي دقيق رز او مطحون الارز، او ممكن تحطي الطحين او الدقيق، بس النشا طبعا اهم، يعني افيد بكتير واحسن يعني، تمام؟ وهنحط نص معلقه كبيره من القهوه، النسكافيه او القهوه، ده هينفع وده هينفع. القهوه العاديه اي نوع طبعا متوفر عندك، تمام؟ القهوه العاديه خالص اهي، تمام؟ هنحط نص معلقه بالشكل ده، تمام، على النشا بتاعي، تمام؟ تمام. هنبدأ ننزل عليهم بنص عصير ليمونة، وطبعا لو البنات في بنات بتتحسس من الليمون خلاص، يعني لو انت بتتحسسي من الليمون ما تحطيش ليمون، هتحطي بدال الليمون ماء ورد. البنات اللي بتتحسس من الليمون هتحطي بداله ماء ورد، بس طبعا الليمون اقوى واسرع في التفتيح، بس انا بقولك بدايل اهو، تمام. وهنبدأ ان احنا ننزل بالشكل ده اهو بنص عصير ليمونة اهو،
وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. انا برضو بقول لكم بدايل على اساس ايه يبقى فيه بدايل عندك. تمام، هننزل بتالت مكون وهو وكلها مكونات عندك من البيت، زيت جونسون للاطفال. طبعا مش متوفر عند معظم البنات، فلو انت مش متوفر عندك زيت جونسون هتحطي بداله يا اما زيت زيتون يا اما زيت اللوز الحلو، يا اما زيت زيتون يا اما زيت اللوز الحلو لو مش متوفر عندك زيت جونسون. يا بنات ما تقوليش المكونات كتيرة، ما تقوليش لا، المكونات رخيصة. الكريم اللي احنا هنعمله ده والله بصي انت مش هتلاقي، لو اشتريتي اغلى كريم من الصيدلية مش هيجيب معاكي نتيجة زي الوصفة دي. وصفة سريعة وقوية جدا. هنحط زيت جونسون للاطفال بمقدار بالظبط معلقة كبيرة، اسفة معذرة، معلقة صغيرة، تمام، من زيت جونسون للاطفال. ولو مش متوفر زي ما قلت هتحطي بداله زيت زيتون او زيت لوز حلو. تمام، وهنقلبهم مع بعض كويس بحيث ان الزيت يتجانس مع الليمون ومع النشا و القهوة او البن. تمام، وهنبدأ ننزل عليهم بكريم بانسينول بالشكل ده. هننزل قد ايه مية؟ بمعلقة من كريم بانسينول، معلقة كبيرة. وهنقلبهم كويس. بصوا يا بنات الخلطة دي تنفع مع كريم بانسينول وتنفع مع كريم نيفيا او كريم، وينفع برضو وتنفع برضو مع كريم جلوسري. يعني الثلاث انواع كريمات دي تنفع مع الخلطة دي. يعني انت لو مش متوفر عندك كمان كريم بانسينول ممكن تبدأي ان انت تجيبي لو انت عندك جلوسليد او لو عندك نيفيا، ده هينفع وده هينفع وده هينفع مع نفس الخلطة. تمام، الكريم بقى جاهز معايا بالشكل ده. هتبدأي تستخدمي الكريم ده ازاي يا جميلة؟ هتبدأي تجيبي الفرشة بتاعتك كده اهو، تمام، وهتبدأي تغمزيها كده اهو، وهتبدأي تدهني وجهك ورقبتك. لازم رقبتك علشان وجهك ما يبقاش افتح من الرقبة، وجهك ورقبتك. وطبعا لو لجسمك كله بعد الشاور هتبدأي تدهني اهو بالشكل ده كويس قوي. وبعد ما هتدهنيه بالشكل ده هتسيبيه لمدة نص ساعة، نص ساعة كاملة على وجهك بالشكل ده. طبعا هتستخدميها وهتسيبيها نص ساعة على وجهك، وبعد كده هتبدأي تغسليها كويس قوي بالمية الباردة مش الدافية علشان نقفل مسام البشرة. هتستخدمي اولا الكريم ده ممكن تحطيه في علبة عندك، تعملي كمية وتحطيه في علبة عندك، هيفضل معاكي لمدة طويلة مش هيفسد نهائي. وهتبدأي ان انت تستخدميه 3 ايام في الاسبوع. لو عايزة نتيجة سريعة وبسرعة والتفتيح يبقى الدرجات تفتح معاكي بسرعة علشان لو عندك فرح لو عندك مناسبة على طول، يبقى هتستخدميه يوميا لمدة اسبوع، يوميا لمدة اسبوع وهتوقفي. لان هو لو انت استخدمتيه يوميا لمدة اسبوع هيفتح بشرتك بشكل خيالي وسريع جدا. تمام، فهتستخدميه زي ما قلتلك يوميا لمدة اسبوع وهتوقفي، يا اما يومين في الاسبوع للتفتيح، ومش مش هتحتاجي بقى تحطي كريمات ولا اي حاجه تاني للتفتيح، هيفتح بسرعه خياليه ان شاء الله. تدعولي على الوصفه. اشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.